والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. أي أيوة والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسية العبيد بالظبط، ما يمشوش إلا بالعصاية أو بالخرطوم أو بالجسمي. وديني وأيمان أنا ماسك نفسي، أنا لولا بس أبوك كنت فرمته. هي مش وزارة التعليم لغت الضرب في المدارس؟ أيوه. وأبوك وزير؟ أيوه. ما تخليش فلان حلف الفرعون ده. هو فرعون كده غير أبويا. إيه يا حباب كبيرك أنت وهو؟ بتبغبغ في إيه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمة في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمعها أنت وهو، من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعة ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويلو، أقسم بالله يا ويلو، يا منبع عظيم أبدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه أو هيه هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز أسمع صوت، فاهمين؟ فاهمين. للخلف ضر، إيدك على خدودك، اللط مع الخيبة والويبة، ابتدي. هات أمي من السايبك، هات أمي من السايبك. من الكلب سوري لطفك لطفك سوري. أنا مش سامع لط من فوق. قلت مالك؟ الله الوزير رايح ايوه. هات أمي من السايبك. مش هسيب مني أنا، لا مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي، تطهير النفس من النفوس الذكية. اطهر نفسك يا طه، اهو اطهر لحد ما تشوف كم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك الدم. بلد اللي تسيبيه انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر، بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجلة؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرسنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله، بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. اهي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف. والحاجات دي مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني المعمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذه معلش انا مؤاخذه على الجزء حتى بردك نضفه، لان الموكيت ايه الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه التات بتبقى نظيفة، المفروض كنت اقلع الجزمة بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز مية، ممكن حبة مية ولا هنا مية بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي مية للأستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخة كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيدي. ألف شكرا. يخرب بيتك يا تفيدي، سخنة نار سخنة نار، بس هعمل ايه؟ سيبك من المية والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي، أنا حاسس إن أنا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد الانتفاخ. ممكن الحمام؟ لا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. ارجع هنا يا جزمه، قوم يا جزمه انت، قوم قوم قوم. معلش يا استاذ رمضان معلش معلش، انا قاعد بقالي ساعه تحت النقابه وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان معلش، ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك، احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي، ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قالك عايز مني. اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، عرفنا بتعرف عني كل
مالكش دعوه بيه، مالك بيا، خليك في حالك مش فايقه لك، عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهار اسود، كويس مفيش حد معانا، انت هتخرج من وقارك ولا ايه؟ هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا؟ لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا، واهدي ايه الكركبه دي؟ الله يخرب بيتك يا تفيدي، بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي؟ الناس خلاص بقت تقبط وما تشتغلش، واهدي التمزيل وصل لده كله جزمه ذهب جزمه، يلا ان شاء الله تتحطوا في نار جهنم. يا حلم يا حلم يا حلم، يا عيني عليكوا على ايامك، الله يرحم ايامك، كان الحب بجد، ايوه مش تجاري، حياه النبي بقى تجاري. انت وحشتني، ما تشوفيش وحش، يلا البس البس اللي تستاهل وانت عرقانه، خدي. طب لبسهولي لبسهولك، يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده. تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي، ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض؟ انا نفسي اطبخ لك بايدي والله. عندك في البيت؟ ايوه. والحاج والحاجه موجودين؟ الحاج والحاجه مين دول؟ الحاج والحاجه مين؟ ابوك وامك. نونو وبابا وماما في بيروت. بابا وماما في بيروت؟ هو احنا نروح ناكل في بيروت؟ هناكل في بيروت ايه؟ هناكل هنا طبعا. لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا؟ ايوه لوحدي. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا طبعا انا واثق فيك. طب ومش واثق في نفسك؟ لا انا بعون الله واثق في نفسي 100%. امال ايه؟ انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا. ما احنا لوحدينا اهو. لا احنا هنا مش لوحدين، معانا كنب وكراسي ونجف. ايوه كده اضحكي. انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم، خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا. مالك فيه ايه؟ لا مفيش، بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين، وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر. معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه، وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي، وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان. بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل. السلام عليكم. يقول الشاعر: نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. اقوله تاني؟ يا مستر. حلو مستر. نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. سر سرك تعرف يا كاسانوفا؟ اقوله تاني؟ لا يا استاذ. لا هي تسد نفسكم. يعني مثلا شوف الشاعر قال ايه، قال حاجه جميله قوي وغناها الاستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ، بتقول: الموج الازرق في عيني يناديني نحو الاعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أغرق أغرق، ثلاثة بالله العظيم بغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق.